هنا ولايف موجز إخباري جديد، أهلا بكم. نبدأ من القاهرة التي أدى فيها وزراء التنمية المحلية والثقافة والسياحة وقطاع الأعمال إضافة إلى نائبي وزيري الإسكان والصحة الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاحه الدورة 28 للمجلس المركزي الفلسطيني بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قال إنه يدعم المقاومة الشعبية باعتبار هذا التأثير الأكبر. شارك آلاف من المواطنين في العاصمة تونس في إحياء ذكرى 7 لثورتهم وسط أجواء من التوتر بعد موجة اضطرابات احتجاجا على إجراءات اقتصادية تقشفية. أصيب محمد حمدان المسؤول بحركة حماس الفلسطينية بجراح إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا اللبنانية. أعلن الحزب الحاكم في ليبيريا طرد الرئيسة المنتهية ولايتها إيلان جونسون سيرليف من صفوفه بسبب عدم دعمها نائبها جوزيف بواكاي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخسر أمام نجم كرة القدم السابق جورج وايا. وفي مدينة فلوريدا شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه ليس عنصريا، ذلك بعد تصريحات نقلت عنه ووصف فيها بلدانا يأتي منها المهاجرون بأنها حثالة. نهدي الموجز للقاء.